لغة رقم، أنت تتكلم على حسابات، أنت تتكلم على مديونيات، أشياء ثابتة حتى نكون على بينة. أنا الكلام هذا مش للنصر، لا، كل الأندية، كل الأندية، الهلال، الأهلي، النصر، الاتحاد، الشباب، حتى تكون الصورة واضحة. وحتى يا أبو نواف تعتقد، يعني ما ودي أقاطع كثير، بس تعتقد أن في أندية، يعني باعتقادي أنت ما قلت هالكلام، إلا في على الأقل اعتقاد أنه في أندية هل هي يعني تسجل بمحسوبيات أو تسجل بمعرفة أو تسجل ب والله هذا شيخ، هذا في أندية بهالطريقة؟ أنا وفق يعني ما أرى شخصيا أقول لك نعم، وللأسف أنه هناك أندية سطوتها داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجان الاحتراف ولجان ولجنة التحكيم وإلى آخره أقوى بكثير من بعض الأندية. لما يعني أنه صوت يعني وقلت هذا الكلام ترى هاني في أكثر من مرة، إذا أردنا اتحاد قوي يجب أن يكون رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أقوى بكثير من قوة رؤساء الأندية. أما أن تنعكس المعادلة ويصبح رؤساء الأندية لديهم نفوذ وقوة وتأثير ويكون الخوف أو الفوبيا اللي تقدم من رؤساء الأندية تنعكس بظلالها على الاتحاد السعودي ولجانه، أنا أعتقد في هذه الحالة ما أقدمنا على خطوات سريعة وجذرية ومساهمة في تطوير كرة القدم السعودية. أنا أقول خلونا واضحين، خلونا محترفين في التعاطي مع مثل هذه القضايا. لجنة الاحتراف، الاتحاد السعودي لكرة القدم، إدارات الأندية يجب أن تقدم ما لديها للإعلام ونعرف هل فعلا أنه ما يعني هذه الأموال سددت، هذه المديونيات قلصت، حتى نقول والله انه النصر سجل بطريقه احترافيه، انه الهلال سجل بطريقه احترافيه، انه الاهلي سجل بطريقه احترافيه. اما مساله فقط انه قبل التسجيل بخمسه سته ايام اسبوع اسبوعين يطلع رئيس النادي بتصريح تم تسديد الالتزامات المترتبه على النادي سين وبالتالي اصبح بمقدور تسجيل اللاعبين الاجانب، احنا لا يجب ان نضحك على الجماهير الرياضيه، يجب ان نكون اكثر وعي واكثر ادراك بتقديم المسؤوليه العامه والمصلحه العامه على المصلحه الخاصه للانديه تحديدا. طيب هذا ابو نواف انحصل، يعني هذه كارثه انحصلت، انا اقول يعني انحصلت فهذه كارثه، انه في نادي يسجل. زميلي هاني، احنا الان من هذا المنبر احنا شوف كاعلام نناقش القضايا ونحللها صحيح باسلوبنا بما يصل الى المسؤول الاول في اروقه الاتحاد السعودي لكره القدم، لانه ايش هدفي انا وهدفك وهدف الكابتن يوسف ليست العواطف والانتماءات للانديه المعينه، لا، هدفنا هو الصالح العام لرياضه كره القدم السعوديه. صحيح. احنا نقول مثل هذه الامور يجب ان تكون واضحه وشفافه والكل يعرفها. انا اقول انه في كثير من الوسط الرياضي، من الجماهير الرياضيه، عندها شعور داخلي بان والله بعض الانديه الكبيره عندها سطوه كبيره ولكسر حواجز القوانين داخل الاتحاد السعودي. بس ابو نواف ما تشوف انه في شعور داخلي؟ هذه يعني لغه التشكيك، يعني نقدر نقول شعور داخلي، لكن لغه التشكيك بشكل عام، انه اذا نقول احنا نقول في نادي، انت قلت في انديه سجلت، وتقول انا اقر هذا الكلام انه في انديه سجلت، انا ما ادري قصدك ان في الانديه الان في هذا العام او في السابق. حبيبي هاني، احنا خلينا نقول الاتحاد الان لا زالت مشاكله قائمه وعالقه في الاتحاد الدولي. الاتحاد هل حرم من التسجيل في السنوات الماضيه؟ سؤال فقط. يعني مشاكل المديونيات في الاتحاد اخر ثلاث سنوات يعني فقط، اخر ثلاث يعني حد. طيب هي اخر ثلاث سنوات تعتبر من الحسبه. صحيح. احنا نقول انه هذه الثلاث سنوات شكلت هذه الهواجس وهذه المخاوف من قبل، او خلينا اقول شكلت يعني تساؤل عريض من قبل الجماهير الرياضيه ومن قبل بعض الاعلاميين على انه والله هناك في محاباه تتم داخل الاتحاد السعودي لكره القدم، سواء الاتحاد السابق او الاتحاد اللاحق. انا اقول حتى انت في هذا التشكيك اطلع لجنه الانضباط الاحتراف وقدمي لنا مستندات، لانه انت تتكلم على لغه حساب، لغه رقميه. صح. يفترض انه لجنه الاحتراف. طيب. تبين انه والله الانديه سددت كذا وكذا وهذه الحوالات وهذه المبالغ وهذه الشيكات، حتى نقول والله برافو عليكم، انتم الان تدون عملكم. طيب. على اكمل وجه، وان النصر والهلال والاتحاد والشباب واوا سجلت بطرق قانونيه ونظاميه وليست يعني حب الخشوم. طيب ابو